الناس لا يتألمون من الموت، بل يتألمون من فكرة الموت. فأنت لا تلتقي بالموت أبداً، وكيف تتألم ممن لا تلتقي به أبداً؟ لا تقلق، اطمئن، ستكون بعد موتك كما كنت قبل ولادتك. يا لجمال القول، وكأننا نستمع إلى فيلسوف تفاؤلي على العكس تماماً. هذا القول منسوب لفيلسوف التشاؤم آرثر شوبنهاور. آرثر شوبنهاور نال رسالة الدكتوراه عن رسالته الأصول الأربعة لمبدأ السبب الكافي، والذي يبحث العلاقة ما بين العقل والعلم. الإنسان ابن مخلص لبيئته، وهذا ينطبق حرفيا على آرثر شوبنهاور. آرثر شوبنهاور فيلسوف التشاؤم عاش حياة تعيسة شقية، ذلك بعد أن مات أبوه منتحرا، فاضطربت علاقته بوالدته التي تحررت من كل أشكال الفضيلة والأخلاق، وأصابها الانحلال بعد موت زوجها. دبت القطيعة التامة بين شوبنهاور ووالدته لدرجة أنها ماتت دون أن يراها. منذ ذلك الحين أصاب شوبنهاور مقت شديد للنساء، لدرجة أنه لم يرتبط بحياته بأية امرأة. يرى شوبنهاور أن الألم والسعادة هما شيء سلبي، وأن الأمر الإيجابي الوحيد في الكون هما التعاسة والألم، ويعتقد بأن السعادة سلب للذة والألم، بمعنى أن الألم هو الأمر الأساسي، وما السعادة سوى لحظات تمر ثم يعود المرء إلى الأصل، التعاسة. فلسفته التشاؤمية لم تمنعه من الغوص في الجمال والفن باحثاً وناقداً وكاشفاً وعارفاً. فيلسوف التشاؤم له فلسفته الخاصة بالجمال والفن، وهو ما أفرد له الكاتب والباحث سعيد محمد نوفل صفحات تجاوز عددها 300 صفحة في كتاب بعنوان ميتافيزيقيا الفن عند شوبنهاور. ولا يقصد بمصطلح ميتافيزيقيا هنا ما وراء الطبيعيات ولا القوى الخارقة. ميتافيزيقيا هنا لا تعني سوى الفلسفة. فحين نتحدث عن ميتافيزيقيا الفن عند شوبنهاور، فإننا نتحدث عن رؤية الحياة والوجود. يا للتعقيد حين يقع الفن بين الميتافيزيقيا والأخلاق في فلسفة شوبنهاور. لطالما افتقد الإنسان لحالة السكينة والهدوء، تلك الحالة التي لا تتحقق إلا في التأمل الجمالي، وهذا يتطلب الخلاص من حياة الرغبة والصراع العقيمة ومن أنانية توكيد الذات. وهنا يتحدث شوبنهاور عن ارتقاء العقل فوق متطلبات الإرادة، وهذا لا يحدث إلا في حالات نادرة مثل حالة التأمل الجمالي، حيث يسود العقل وتتقهقر الإرادة وتسكن للحظات، لكن الخمود والإرادة التامة وسكونها الدائم لا يكون إلا بالزهد. يرى شوبنهاور أن انتفاء الغرض من المتعة الجمالية يزيد من الشعور بهذه المتعة، بل إن انتفاء الغرض شرط موضوعي للمتعة الجمالية. دعونا نبسط الأمر. لو نظر إنسان إلى موضوع جمالي باعتباره موضوعاً أو منبهاً لرغبة ما، فإن رؤيته في هذه الحالة لن تكون رؤية أو تأملاً جمالياً، لأنه في هذه الحالة سيكون مشاهداً له مصلحة. فبالإمكان هنا أن يرتقي العقل فيما وراء الحاجات والرغبات، فينظر إلى الموضوع الجميل لا من حيث كونه موضوعاً أو منبهاً لرغبة ما، ولكن من حيث دلالته الجمالية فحسب. عندئذ يكون الإنسان مشاهداً نزيهاً، يسميه شوبنهاور. وحتى يصبح الإنسان مشاهداً نزيهاً لابد له أن يتحرر
من إرادته في المشهد الجمالي. إننا في اللحظة التي نتحرر فيها، وهذا قول مقتبس من شوبنهاور، إننا في اللحظة التي نتحرر فيها من الإرادة نسلم أنفسنا إلى معرفة خالصة خالية من الإرادة، وندخل في عالم يغيب فيه كل شيء يؤثر على إرادتنا. يقول شوبنهاور: نحن في التأمل الجمالي نتمثل الأشياء أيضا. العبقري هو الوحيد القادر على الرؤية الجمالية، يرى شوبنهاور. والاتجاه المعرفي لدى العبقري يتميز بأنه معرفة حدسية بالعقل والحواس. التخيل شرط ضروري للعبقرية، لأن التخيل يوسع أفق العقل للعبقري فيما وراء الموضوعات المتمثلة أمامه. لكن الأمر ليس عكسيا، فليس كل من هو قادر على التخيل عبقري، بل كل عبقري لديه قدرة فائقة على التخيل. شوبنهاور يتحدث أيضا عن ميتافيزيقيا الجميل، يميز بين الجميل والجليل والجذاب. المعرفة الخالصة في حالة الجميل تنال السيادة دون صراع. في حالة الجليل المعرفة الخالصة تتحقق من خلال التخلص الواعي والعنيف من علاقة الموضوع الجمالي بالإرادة. أما الجذاب فنتعرف عليه من خلال إعادة تعريف الجميل والجليل. الجميل والجليل هما موضوعان للتأمل الجمالي النزيه. الجذاب تأمل جمالي غير نزيه. لذلك فالجذاب هو نفسه الساحر الجمالي. شوبنهاور دخل في فلسفته إلى الفنون الجميلة ودلالاتها، حتى فنون المعمار. المعمار بدأ بالأغراض النفعية. أول ما بناه الإنسان كان المسكن والمأوى، فظهرت الأشكال البدائية للسكن كالأكواخ. دور العبادة والمقابر سبقت بناء القصور والمسارح، ذلك لأن الإنسان نظر للمسارح والقصور باعتبارها أماكن ذات منفعة مؤقتة، بعكس دور العبادة والمقابر فهي نفعية دائمة. تطور مساكن الإنسان ظهرت بشكل الزينة للمبنى، إلا أن المبنى حافظ على مبدأ المتانة والقوة وضخامة الحجم وتناسب الأجزاء. باختصار، مهما برزت فنون الإنسان في مبانيه، يبقى هدفها الأساسي المنفعة. يقصد شوبنهاور: الغايات الجمالية في المبنى محكومة بالغايات النفعية، فليس هناك غايات جمالية طاغية في المعمار، وهذا هو أحد أهم الفروق بين هذا الفن وغيره من الفنون الأخرى. يدخل شوبنهاور في فلسفته إلى فن تنسيق المياه والبستنة. شوبنهاور يرى أن الإنسان مهما حاول من خلال فن البستنة أن يحقق المشهد الجمالي، يبقى مشهداً ناقصاً وتأثيره محدود، لأن الجمال في الماء والنبات ينتمي أصلاً إلى الطبيعة، الطبيعة الخالصة. لذا يعتقد شوبنهاور أن الطبيعة التي لم تلمسها يد الإنسان تكون أكثر جمالاً من الحقول الزراعية وحدائق المنازل، لأنها تترك وفقاً لطبيعتها التي تعبر عنها ولا تهدف لأغراض منفعية. يقول شوبنهاور في إطار المقارنة: إن البستان الإنجليزي يترك النبات ينمو وفق طبيعته، لذلك هو أجمل من البستان الفرنسي أو البستان الصيني. البستان الإنجليزي، يقول شوبنهاور، تتجسد فيه الإرادة الكلية للطبيعة، أما البستان الفرنسي فهو لا يجسد إلا إرادة صاحبه. هنا يقول شوبنهاور إن المهارة تصيب هدفاً لا يمكن لأحد أن يصيبه، أما العبقرية فتصيب هدفاً لا يمكن لأحد
أن يراه. الموسيقى. الموسيقى فن سام وتجسيد لإرادة الحياة. الموسيقى تقف وحدها في تصنيف خاص بها، منفصلة تماماً عن بقية الفنون، ولها تأثير على أعماق الإنسان. يرى شوبنهاور أن كل الفنون تتحدث فقط عن الظلال، أما الموسيقى فهي تتحدث عن عين الشيء نفسه، ويعتقد أن أحداً في العالم لم ولن يتمكن من تفسير العلاقة الغامضة بين الموسيقى والعالم.